السلام عليكم. السماعة اللاسلكية صارت رفيق درب كثير من مستخدمي الهواتف المحمولة، وهذا شيء طبيعي بالأمانة. أولاً بسبب اختفاء منفذ السماعات من أغلب الهواتف الجديدة، وثانياً بسبب الراحة، فلما تكون سماعة صغيرة وخفيفة بذنك تقدر ترد على المكالمات بسرعة كبيرة وتسمع المقاطع بشكل أفضل، خصوصاً لو السماعة بعد فيها عزل صوتي وكنت أنت في مكان مزدحم ومليان ناس. من أكثر الأسئلة اللي توصلنا هي إيش هي أفضل سماعة أذن حالياً؟ لذلك في هذا الدليل قررنا نساعدكم في الاختيار. التركيز هنا بيكون على سماعات الأذن أو اللي نسميها إيربادز، واللي تكون صغيرة بالحجم وتدخل داخل الأذن، وبنركز فقط على اللاسلكية الحقيقية منها، أو زي ما يسمونها بالإنجليزي True Wireless، يعني ما يكون فيها أي نوع من الأسلاك على الإطلاق. جاهزين؟ خلونا نبدأ. أول سماعة معنا اليوم هي بوز ساوند سبورت فري، سعرها 945 ريال أو 199 دولار. طبعا شركة بوز غنية عن التعريف في هذا المجال. السماعة تعمل عبر اتصال بلوتوث 4.1، يجي معها ثلاث مقاسات للجلدة اللي تدخل داخل الأذن لاختلاف حجم الأذن بين شخص الآخر. سعة بطاريتها 5 ساعات، والحافظة تعطيك 10 ساعات إضافية من الاستخدام. للأسف السماعة ما تدعم إلغاء الضوضاء، لكن بسبب حجمها الكبير وطريقة لبسها فهي تصنع بعض العزل بنفسها. السماعة تستخدم منفذ مايكرو يو اس بي مع دعم الشحن السريع، 15 دقيقة بتعطيك 45 دقيقة من العمل، أما الشحن الكامل بياخذ تقريبا ساعة ونص. السماعة تعتبر مناسبة جدا للرياضيين بفضل مقاومة رشات الماء بمعيار IPX4. نقطة مهمة حابين نذكرها بخصوص استخدام السماعة للمكالمات، حتى لو كنت لابسها في الأذن اليمين واليسار، فوقت المكالمات صوت الشخص اللي بتكلمه بيطلع فقط من الجهة اليمين. أيضا السماعة هذه هي الوحيدة ما بين السماعات اليوم اللي ما فيها حساس يقدر يعرف متى لبستها وفسختها، وهي ميزة مفيدة للأمانة وتمنينا وجودها، فخصوصا لما تفسخ السماعة وتتعرف السماعة أنك فسختها تقوم توقف لك المقطع اللي موجود في الجوال مباشرة، وإذا لبستها مرة ثانية يكمل المقطع أيضا. طيب وصلنا لخلاصة هذه السماعة. أبرز الإيجابيات: صناعة صلبة ومقاومة لرشات الماء، جودة صوت تعتبر بين الأفضل في السوق، مناسبة للرياضيين وتثبت في الأذن بشكل ممتاز. أبرز السلبيات: البطارية تعتبر أقل من المتوقع مقارنة بحجم السماعة، ولا زالت تستخدم منفذ مايكرو يو اس بي للشحن. ننتقل للسماعة التالية وهي سوني WF-1000XM3، وسعرها 899 ريال أو 198 دولار. السماعة تعمل عبر اتصال بلوتوث 5 وأيضا تدعم NFC، يجي معها ثلاث مقاسات للجلدة اللي تدخل الأذن. سعة بطاريتها 6 ساعات مع تفعيل إلغاء الضوضاء، أو 8 ساعات لو عطلت إلغاء الضوضاء. في حال المكالمات السماعة بتعطيك 4 إلى 4.5 ساعات من العمل. الحافظة بتعطيك 24 ساعة إضافية. السماعة تستخدم منفذ USB-C مع دعم الشحن السريع، 10 دقائق شحن بتعطيك ساعة ونص من الاستخدام، أما الشحن الكامل بياخذ تقريبا ساعة ونص للسماعة أو 3 ساعات ونص للحافظة. السماعة تعتبر مثالية جدا للمكالمات، خصوصا مع وجود إلغاء ضوضاء ممتاز جدا من سوني. طيب أبرز إيجابيات السماعة: جودة صوت رائعة وتعتبر هي الأفضل بين مجموعتنا اليوم إلى جانب البوز. إلغاء ضوضاء ممتاز جدا، بطارية قوية وحافظة سعتها كبيرة. أبرز السلبيات: غياب أي نوع من مقاومة التبلل، مما يجعلنا ما ننصح فيها لممارسة الرياضة. الآن ننتقل للسماعة اللي بعدها، أبل إيربودز برو، سعرها 1099 ريال، هي أغلى سماعة عندنا اليوم، وبالدولار هذا بيكون 249.99 دولار. السماعة تعمل عبر اتصال بلوتوث 5، يجي معها ثلاث مقاسات للجلدة اللي تدخل الأذن. سعة بطاريتها 5 ساعات في الوضع العادي، أو 4.5 ساعات مع تفعيل إلغاء الضوضاء، أو 3.5 ساعات للمكالمات. الحافظة بتعطيك 19 ساعة إضافية من العمل. السماعة تستخدم منفذ لايتنينج للشحن، نفس اللي موجود في الآيفون، وهي الوحيدة بين سماعاتنا اليوم اللي حافظتها تدعم الشحن اللاسلكي. شحن السماعة لمدة 5 دقائق في الحافظة بيعطيك ساعة كاملة من العمل. من ناحية سرعة الشحن هذه تعتبر أسرع واحدة بين السماعات اليوم. السماعة تقدم مقاومة رشات الماء بمعيار IPX4، نفس مقاومة الماء الموجودة في سماعة البوز اللي كانت في بداية المقطع. السماعة تعتبر مثالية جدا للمكالمات، خصوصا مع وجود إلغاء ضوضاء ممتاز جدا من أبل وجودة اتصال ممتازة. طبعا هالسماعة بالذات ننصح فيها لمستخدمين آيفون بسبب سهولة التعريف والتوافق التام. أبرز إيجابياتها: جودة صوت رائعة للمكالمات، إلغاء ضوضاء ممتاز جدا، السماعة يمكن الأكثر راحة أثناء الارتداء وخفيفة، حافظة الشحن تدعم الشحن اللاسلكي. أبرز السلبيات:
بطارية أقل من المنافسين، سعرها عالي خصوصاً أنها ما تقدم أي شيء إضافي يبرر هالأمر باستثناء الشحن اللاسلكي للحافظة. فهل يسوى $50 عندك؟ هذا الشيء أنت قرره. الآن ننتقل لسماعتنا الأخيرة وهي جبرا إليت 75T. سعرها 899 ريال أو $179.99. السماعة تعمل عبر اتصال بلوتوث 5، يجي معها 3 مقاسات للجلدة اللي تدخل الأذن. ساعة بطاريتها 7.5 ساعات، والحافظة تعطيك 20.5 ساعة إضافية. السماعة تستخدم منفذ USB-C للشحن. شحن السماعة لمدة 15 دقيقة في الحافظة بيعطيك ساعة كاملة من العمل. الحافظة الخاصة بالسماعة ما تدعم الشحن اللاسلكي، لكن للي مهتم بهالسماعة يقدر ينتظر. الشركة أعلنت أن نسخة أفخم أو أعلى منها بتصدر مع دعم الحافظة للشحن اللاسلكي. السماعة تقدم مقاومة بمعيار IP55، يعني إيش؟ هذا أعلى من السماعات الماضية بحيث يغطي الغبار بالإضافة لرشات الماء، وهالشي مع ثبات السماعة في الأذن يخليها مناسبة كسماعة لممارسي الرياضة. هذه السماعة فيها خاصية مميزة تنفرد فيها، وهي خاصية اختيارية تسمح لك بسماع صوتك أثناء المكالمات، وبالتالي تتجنب رفع صوتك بشكل مبالغ فيه. أبرز الإيجابيات: جودة صوت ممتازة، بطارية قوية وجيدة للمكالمات. أما أبرز السلبيات فهي تفتقد إلغاء الضوضاء. كذا نكون غطينا فعلا أقوى المنافسين في هذه الفئة، وهي فئة السماعات الخاصة بالأذن من الفئة العليا. اخترناهم بناء على أفضل توليفة من المواصفات والقيمة المبنية على السعر. شرحنا لكم كل سماعة من ناحية المواصفات وبينا إيش الجوانب الإيجابية والسلبية في أدائها. نتمنى نكون ساعدناكم في اتخاذ قراركم. شاركونا في التعليقات أي سماعة تعتقدون أنها الأفضل بينهم، وإذا كنتوا جربتوا أي وحدة بينهم لا تنسونا بدعمكم، أعطونا لايك على الفيديو، اشتركوا بالقناة. يعطيكم العافية أغلى متابعين، مع السلامة.